أسوار رانيه مسوين عروض جديدة كالعادة. وعلى فكرة هذا فرعهم اللي في الراشد مول، يفتحون من 7 الصباح إلى 7 المساء، والحلو بعد إن عندهم توصيل وصلون لك إلى مكانك، وعندهم الخدمة الدفع عند الاستلام، تدفع بالجهاز. نبدأ بالعرض الأول. العرض الأول بيكون على جهاز الآيفون 11، الآيفون 11 طبعاً متوفر جميع الألوان بنفسجي، وأخضر والأبيض والأسود، جميع الآيفونات ضمان حاسبات العرب 2 سنين مثل ما تشوف، وأيضاً تاريخ عليها موجود، الضمان 2 سنين ضمان الوكيل، راح يكون عليها عرض 3179 ريال والضمان 2 سنين. لطلب التوصيل اسحب الشاشة الفوق. العرض الثاني. العرض الثاني بيكون على سماعة الايربودز برو او الاصدار الثالث من شركة ابل مثل ما يسمونها كثير من الناس، تتميز طبعا بعزل الصوت، وهي اخر اصدار نزل من شركة ابل، راح يكون عليها خصم 100 ريال وراح يكون سعرها 999 ريال. التوصيل مجاني والدفع عند الاستلام متاح في الدمام والخبر والظهران. لطلب التوصيل اسحب الشاشة الفوق. العرض الثالث. الثالث بيكون على الايباد 7، طبعا اخر اصدار للايباد من شركة ابل ب 32 جيجا واي فاي، بيكون سعره 1499، ايضا عليه توصيل مجاني ودفع عند الاستلام متاح في الدمام والخبر والظهران. اللون المتوفر هو اللون الجراي، من الامام اسود ومن الخلف اللون الرصاصي. وصلنا الان العرض الرابع. العرض الرابع بيكون على الايباد ميني، طبعا اخر اصدار في سلسلة الايباد ميني من ابل، 64 جيجا واي فاي، متوفر الثلاث الوان، اللون الجراي، اللون الذهبي، وايضا اللون السيلفر. طبعا هذا الايباد يجي بضمان 2 سنين حاسبات العرب، وراح يكون سعره 1699 ريال، وايضا عندنا تشكيلة كبيرة من الكفرات مثل ما تشوفون. هذا هو الكفر، يجيك باللونين، اللون السادة من جهة، ومن الجهة الاخرى لو قلبت الكفر راح يجيك باللون الأسود المعتق. أيضا في أشكال كثيرة وألوان كثيرة من الكفرات والحمايات متوفرة لجميع أنواع الأيبادات والأيفونات. لطلب التوصيل أسحب الشاشة فوق. نكمل عروض أسوار رانيه مع العرض الخامس. العرض الخامس بيكون على سماعة الجوي روم الأصلية المطابقة تماما في المواصفات والمقاييس لسماعة الأبل إيربودز 2، أيضا تدعم الشحن اللاسلكي وتشتغل 3 ساعات على كل سماعة، والعلبة تدعم شحن كل سماعة 3 مرات، يعني تعطيك 9 ساعات للسماعة اليمين وأيضا 9 ساعات للسماعة اليسار. يجي معها كيبل للشحن لايتنينج مثل كيبل الآيفون، وأيضا يجي معها اللي هو الغلاف اللون الأحمر. وفي إصدار خاص توفر عندنا الآن لأول مرة من الوكيل، هو الإصدار الخاص باللون الذهبي ويجي مع الغلاف اللون البلاستيك. طبعا هذا هو الإصدار الخاص من سماعة الجوي روم، راح يكون سعره 195 ريال، ويرح يكون سعر اللون الأبيض 145 ريال. لطلب التوصيل اسحب الشاشة الفوق. العرض الأول بيكون على الشواحن القوي، الشواحن المتنقلة. طبعا عندنا هنا البرايم 20,000 ملي أمبير، يشحن جهازك 3 إلى 4 مرات، في 3 منافذ للشحن، أيضا منفذ التايب سي متوفر، يعني عندك 3 أجهزة تقدر تشحنهم في وقت واحد، جميع المنافذ تدعم خاصية الآي سمارت. أيضا عندنا هذا الشاحن حجمه جدا مميز مثل ما تشوفون، أصغر من حجم كف اليد، هذا هو بقوة 10,000 ملي أمبير، يشحن جهازك 3 إلى 4 مرات حسب نوع الجهاز، أيضا يشحن 3 أجهزة في نفس الوقت. راح تأخذهم مع شاحن اللوكس الشهير، طبعا شاحن اللوكس يتميز انه يشحن بشكل لاسلكي، مجرد ما نحط جهازك بهذا الشكل راح يبدأ الشحن بشكل مباشر، هذا هو اللوكس من الخلف بشكل لاسلكي، ايضا يقدر يشحن جهازك عن طريق السلك اذا كان جهازك ما يدعم الشحن اللاسلكي. سعر هذا العرض سابقا 598 ريال، راح تاخذه ب 299 ريال، ايضا عليه توصيل وايضا عليه ضمان 2 سنين. طبعا هذا الاصدار الاخير والاحدث من شركة قوي، واللي يميزه مثل ما تشوفون انه اصغر من حجم بطاقة الصراف نفسها، وهو اصغر شاحن ديجيتال بشاشة رقمية في العالم. يتميز بالكوالكوم 4، ركز اني قلت الكوالكوم 4 مو هو بالكوالكوم 3 اللي هو اخر اصدار من شركة كوالكوم. ايضا منفذ الباور ديليفري للشحن السريع 18 واط، يشحن الاجهزة بشكل سريع جدا، ايضا يشحن اللابتوب الجديد من شركة ابل، وهذا اخر اصدار واحدث اصدار نزل من شركة قوي، اصغر من حجم بطاقة الصراف. سعره 169 ريال، راح تاخذه مع شاحن اللوكس اللاسلكي قوة 10,000 ملي أمبير، أيضا مع شنطة قوي حتى تحط فيها أغراضك الشخصية. الثلاث منتجات بسعر 349 ريال، وكل المنتجات عليها ضمان 2 سنين. طبعا هذا العرض من العروض اللي نسويها من فترة لفترة وتكون دائما من أنجح العروض. إذا جهازك يدعم الشحن السريع من 0 إلى 50%، يعني جهازك آيفون 8 وفوق، راح تستفيد جدا من هذا العرض. راح يجيك راس جداري بقوة 30 واط مثل ما تشوفون، عليه ضمان 2 سنين، وفيه منفذ البي دي للشحن السريع، وفيه منفذ اليو اس بي العادي. أيضا راح يجيك معاه كيبل يدعم الشحن السريع من يو اس بي تايب سي
الى لايتنينج لشحن الايفونات الجديده بشكل سريع جدا. راح تاخذ الراس مع الكيبل بسعر 99 ريال، وهذا راح يوفر عليك اكثر من 60%. ايضا عليه توصيل، تقدر تطلبه للتوصيل، تقدر تستلمه من المعرض. طبعا هذا العرض يحتوي على احدث شاحن من شركه قوي اللي هو الكيوب كيو اي، عباره عن ثلاث منتجات في منتج واحد، شاحن لاسلكي، ايضا شاحن سريع البي دي، وايضا شاحن الكوالكوم 3. هذا هو الشاحن، قوة 10,000 ملي أمبير، يشحن جهازك 3 إلى 4 مرات حسب نوع الجهاز. طبعا تشغله من هذا الزر وراح يبين لك كم الطاقة المتبقية في الشاحن. مجرد أنك حط جهازك عليه بهذا الشكل راح يبدأ الشحن بشكل مباشر. أيضا يمديك تتنقل فيه وتروح في أي مكان، وأيضا مثل ما قلنا يدعم الشحن السريع. راح يجيك مع شاحن اللوكس الشهير، وأيضا راح يجيك مع شنطة قوي. الثلاث منتجات راح تكون بسعر 249 ريال والضمان سنتين. ما ننسى متابعينا نذكركم انه هذه الحماية متوفرة عندنا لجميع الايفونات الجديدة ابتداء من ايفون 7 الى الايفون 11 برو ماكس. حماية الاكسو شيلد مكونة من 4 قطع، اللي هو ستيكر امامي كامل الشاشة مصنوع من النانو، تغليف حراري للخلف والاطراف، ايضا حماية الكاميرا، وايضا كبر مقاوم للصدمات. هذه الحماية سعرها 149. اسحب الشاشة لفوق وشوف التجربة اللي جربناها لهذه الحماية. لا تنسى تحمي جهازك بافضل انواع الحمايات. نائب الشرقية مع سعد الدوسري.